مرحبا بكم في 75 دقيقة على الوطنية الأولى، المصدر الأول والحقيقي للمعلومة. اليوم 23 فيفري 2018 ومواضيعنا في السمار. تعافي قطاع السياحة التونسية بعد سنوات من التعثر، وتونس تتوقع استقبال 8 ملايين سائح بالطبيعة، إلى جانب خطة وطنية كاملة للنهوض بالصناعة التقليدية. بعد شوية بتكون حاضرة معنا السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية سلمى اللومي. الأساتذة الجامعيون في إضراب عام قطاعي بكل المؤسسات الجامعية، وإلى حد الآن الوزارة لم توفي بوعودها حسب الجامعة العامة للتعليم العالي. بعد شوية يكون حاضر معنا السيد نور الدين سالمي رئيس ديوان وزير التعليم العالي، والسيد حسين بوجرة الكاتب العام للجامعة العامة للتعليم العالي. أهلا وسهلا بكم. إلى جانب بتبيع فقراتنا مرحبا بك غازي الدويري، صفاء جمازي، وفاطمة بن عبد الله كري. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا شيخ. مرحبا. نمشيو الخبر وتعليق ونشوفوا شنو الخبر اليوم. خبر اليوم هو أكدته دائرة المحاسبات في تقريرها اللي قدمته نهار الاثنين 19 فيفري بالطبيعة أمس إلى لجنة مكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب. التقرير هذا تقول أنه من بين 5320 منتفع سنة 2015 بمنح التحسين مسكن، 27 فقط مسجلين كعائلات معزة. من بين 5320 منحة تحسين مسكن، 27 فقط مسجلين كعائلات معزة. وجاء في التقرير أنه من بين المنتفعين بمنحة تحسين المسكن أيضا أشخاص يتقاضوا رواتب شهرية تصل إلى 1,473 دينار. وكشف أنه 54 حالة قامت بعمليات عقارية كبيع وشراء عقارات أو استغلال محلات تجارية وفلاحية خلال فترة الانتفاع بمنحة تحسين مسكن اللي أشرفت عليه الوكالة الوطنية للتهذيب والتجديد العمراني. وأشار التقرير أيضا إلى وجود عديد الإشكاليات المنجرة عن تسليم المنحة، منحة تحسين مسكن عبر آليات السكوك البريدية. شنو الإشكاليات؟ تحديد هوية المنتفعين عند السحب ماهيش واضحة، وأحيانا يبدأ فما صك سحب أكثر من مرة وهو غير مدرجة في الوثائق المحاسباتية حسب ما صرحت به القاضية شيراز التليلي التابعة لدائرة المحاسبات. معناه فساد بالجملة الحقيقة أوضحه هذا التقرير. تعليقك فاطمة على هذا الخبر. طبعا دائرة المحاسبات هي جهة قضائية مالية، معناتها احنا نتشرف بها في تونس، معناتها على خاطر في كل مرة التقارير متاعها لا يرقى لها معناها الشك ولا الكثير من الشك. ولكن أنا نقول مرة أخرى في معضلة كيف ما هذه، وين سلطان القانون وكيفاش هذا تم وعلاش تم وشكون الدوائر اللي تنجم تتحاسب في الوحدة؟ خطر مش فقط أن دائرة المحاسبات تكشف على الأمراض ولا تكشف على الجرائم، ولا يلزم تقول لنا كيفاش وعلاش، ويلزم هل ترى النيابة العمومية التابعة للقطب الاقتصادي ولا المالي، معناتها هل ترى تحركت ما تحركتش، شكون الجهات اللي تتحرك؟ ماذا به المواطن التونسي معناتها يعرف حاجة كيف ما هذه؟ هذه معضلة كبيرة، والحقيقة معناتها أنا مع أنه التنظيف، معناها التنظيف بالمفهوم الجوريديك يعني بالمفهوم القانوني التنظيف، ويزينا معاش نحبوا نسمعوا حاجات كيف ما هذه. وشكرا طبعا لدائرة المحاسبات اللي هي في كل مرة في التقارير نتاعها تبرز الشيء هذا وتقولوا معناتها، وأرجو أنه الإعلام والصحافة معناها يتلقفوا هذا ويمشيوا يعملوا لي زانفستيغاسيون اللي بيهم الفائدة، مع التحقيقات واضح اللازمة. واضح. شكرا لك فاطمة. خلينا نمشيوا للزابينغ ونشوفوا شنو صار في التلفزيون والراديو. زابينغ. اهلا بيك صفاء. اهلا بيك شاكر فاطمه غازي. رحب كل الساده المشاهدين اللي يتفرجوا فينا توا على الوطنيه الاولى مباشره وبرنامج 75 دقيقه. نبداو زابينغ اليوم باول فيديو خديناها من برنامج ناتيكا بالاخبار اللي تبث في سهره كل اثنين على الوطنيه الاولى. البارح كان حاضر في البرنامج لسعد الذوادي رئيس المعهد التونسي للاستشاريين الجبائيين. خلال الحصه كانت تطرق المواضيع تعنى بالجبايه، وكيف طرح عليه سفيان بن فرحات البارح سؤال حول الذهب أو الذهب المهرب. هذه كانت إجابة لسعد الذوادي. أنا مشني دولة، هو من المفروض أن أنه اليوم يلزمنا قانون يوضع جهاز استعلامات. راهو مصيبة وفضيحة اليوم ما عندناش قانون يتعلق بجهاز استعلامات، بما في ذلك باش يهتم بالاستعلام المالي والاقتصادي. للأسف فضيحة ومهزلة اليوم، أنه عندنا مدة وأنا نصيح ونعيط يا ناس كان ما تنجموش، احنا مستعدين نخدموا لكم قانون يتعلق بجهاز استعلامات مجانا من عندي انا. هاو هديه.
جهاز استعلامات هو اقتصادي اقتصادي حتى في مجال الاقتصاد. اي هو راهو هذايا معناتها احنا ارتبطت في اذهاننا الاستعلامات هي سياسيه البوليس يتبع في المناضلين وفي توا احنا وضع اخر. توا سلطان القانون ودولة القانون اللي نسعاو باش نعملوه، والاستعلامات الاقتصادية والكل هذه راهو تعاون الديوانة وتعاون وزارة المالية، ومعناتها هذه فما جرائم اليوم تقع، جرائم مالية وجرائم في قطاع كيف ما هذا الذهب اللي هو الرصيد معناها نتاع الدول لحد الآن مازال في الاقتصاد السياسي نحكيو على الذهب وكل. فأنا معاه معناتها ذوادي مش أول مرة يقولها سي ذوادي على أساس أنه يزوم يسمعوا هالخبراء هذوما، ومجلس نواب الشعب يلزم ينادي الأمثال ومعناها باش يزيد يسمعهم، لأنه المشهد القانوني معناها من حيث القرارات والقوانين فقير في المجال هذا فقير، وتلقاه القانون صامت على برشا حاجات راه الا ما تجي الجريمه باش يولي يتصرف المشرع خاصه في المجال الاقتصادي. معناها الحقيقه ممكن فعلا فكره ذات جدوى ان يكون فما جهاز استعلاماتي في المجال الاقتصادي باش اونيفيت التهريب اونيفيت برشا حاجات ممكن اي. واحنا شاكر نحب نقول حاجه للتوانسه معناتها تو يقولوا ها عملنا دستور عملتوا احنا عملنا دستور لكن صافي القوانين معناها قاعده من الستينات ومن الخمسينات وساعات فما حتى قوانين معاد الاستعمار المباشر فهمت دونك لازم تجديدها يلزم تجديد لانه هو الدستور شنو معناه هو اب القوانين ولكن من خلال الدستور هذاك يلزمك انت تفعل وتعمل قوانين معناتها جديده اللي تتماشى مع العصر معناها توا هذا حكايه تهريب الذهب والكل نتصور انا عندهم قوانين من وقت فرنسا معناها ما فماش تجديد. سامحني شكرا على دخول الذهب لتونس من طرف اتراك يبيعوا في الذهب في سوق البركه وهذا احتجاج من البياعه اللي في البركه يعني اللي عندها هم عملوا وقفات احتجاجيه اكثر من الفيديو الثانيه نتعداو لزابينغ ثانيه شكرا نمشيو مع بعضنا. الفيديو دارت برشا اليوم على شبكات التواصل الاجتماعي زاد كيف كيف كانت نقلتها بعض الوسائل الاعلاميه وهي الوقفه الاحتجاجيه للاطباء الشبان واللي كانت البارح قدام مقر وزاره الصحه بباب سعدون وكان حاضر فيها حوالي 3000 طبيب شاب وكانت ابرز مطالبهم هي الابقاء على شهاده الدكتوراه في الطب منفصله على شهاده الاختصاص ومراجعه ملف الاجور. نحب نذكركم شكر ظهر لي فاطمه كانت حاضره معنا الجمعه اللي فاتت كنا اول من تناول الموضوع واول من اهتم بالوقفه الاحتجاجيه وبموضوع الاطباء الشبان حتى البارح انتم من القلائل اللي غطيتوا عندنا التقرير البارح. الوضع على قد ما كان مشحون بالغضب قدام الوزارة على قد ما اللقطة اللي باش نشوفوها تو في قمة النبل نتفرجوا مع بعضنا في اللقطة هذه ونرجع لكم. فوالا دونك الحقيقه احنا فاجئونا بحركه نبيله جدا معناها يمكن 20 ثانيه على اقصى تقديره معناتها قريب ال 30 ثانيه بين ال 20 وال 30 ولكن الصفوف كيفاش الصف كيفاش بعد منا هذا يبين اولا ساعه انهم هما ناس مسؤولين الاطباء الشبان. ثاني شيء انهم هما منظمين عندهم راهو صفه التنظيم حاجه من وراء العقل عندهم ثلاثه الوان شعارات لابسينهم شكون اللي يتكلم شكون اللي يعمل كوردون شكون اللي كذا وريتوهم انتم يجريوا ويقولوا امبيلونس امبيلونس وهذوما ناس باش يوريك اللي هما راهو عليه اولادنا انا بالحق نقطتين مهمين نحب نقولهم. النقطه الاولى انه راهو 3000 طبيب تقريبا من مختلف مناطق الجمهوريه هما اللي كانوا حاضرين في الاحتجاج معناها الجمعه ماهوش شويه ما شاء الله 3000 ثم انا ديما نقارن باللي صاير في تونس في بعض الاحتجاجات معناها كيف نتذكر اللي فما احتجاجات يوقف كاريمون سكه المترو ولا سكه التراه ولا يعطل الانتاج ولا يعطل شركه كامله ولا يحرق عجالي في الطريق ونشوف ناس كيفاش هكا يحتاجوا بكل تحذر ومظاهر التمدد الموجوده مجرد اللي امبيلونس تتعدى معناها ربما كان جينا في احتجاجات اخرى الحقيقه نقولها يمكن ساعات باش الناس تبعد باش تتعدى الامبيلونس تحيه لهم ويعطيهم الصحه. الالتزام الاخلاقي بالمعنى لانهم هما عندهم سيرمون ديبوكرات معناتها عندهم عندهم اليمين ايبوكرات معناتها ما فيهاش كلام معناتها امبيلونس يلزمك تبعد هذه ما ريناهاش حتى في بقعه اخرى الحقيقه يعطيهم الصحه نشكرهم ولكن هذا ما يجعلهمش فوق النقد.
نمشيو للفيديو الثالث. نتعداو لاخر زابينغ واخر فيديو اليوم شكل قبل ما نشوفوها. نحب نذكركم اللي البارح سامحوني الخميس اللي فات في برنامج 45 دقيقه كان حاضر معنا النائب رياض جعيدان وين حكى وقال انه فما إمكانية إدراج تونس في قائمة سوداء جديدة بالتدقيق تتعلق بحماية المعطيات الشخصية. اليوم وفي شمس فهم مهدي بن غربية وزير العلاقات العلاقة مع الهيئات الدستورية وحقوق الإنسان طرح عليه السؤال خلال البرنامج وكانت هذه الإجابة متاعه. بالنسبة لحكاية الدوني بيرسونيل نكونوا واضحين احنا بالعكس احنا نسميه سباقين. فما قانون يدخل في التطبيق حيث تطبيق في القانون الاوروبي يدخل تطبيق في اوروبا نهار 25 مايو اللي هو كيفيه التعامل مع التعاطي مع المعطيات الشخصيه. احنا صححنا الكونفنسيون اللي تقبل القانون هذا 108 عندنا تو اشهر وقاعدين نخدموا على القانون هذا. حاب اقول لي احنا في تونس وهذا قالوا الشقي قداس رئيس الهيئه الوطنيه لحمايه المعطيات الشخصيه باش نكونوا واليوم احنا اول بلاد خارج الاسباس اوروبيا خارج اوروبا أي؟ اللي حضرت قانون المعطيات الشخصيه حمايه المعطيات الشخصيه بالمعايير الاوروبيه بمجرد ايداعه في المجلس. فاحنا اكونوا اول بلاد في العالم حضرت قانون المعطيات الشخصيه في العالم بخلاف اوروبا بعد اوروبا أي. بعد اوروبا بالطبيعه احنا ما يظل ما نحكيوش فاطمة راهو على التطور على مستوى التشريع والقوانين والمعايير الاوروبيه زي ما قلناش لا حتى شرقي قداس وقت اللي جاب حذانا هوني هذا كيش قالوا احنا طوى نبهوا على تطبيقه أو ممارساته على أرض الواقع يبدو هكا ولا؟ أي وزادة ما يزمناش ننساو اللي السيد الوزير ربما ما ذكروش اللي هو فما مشروع قانون حبوا يعديوه معناتها على البطاقة التعريف البيومترية ذيك واللي هي فيها أخطار عدم حماية للمعطيات الشخصية ورجعت معناتها تنحات معناتها ما تعديش تراجعوا عليه مشروع القانون هذاك تراجعوا عليه. ولكن أنا معناتها حبيت نقول كلمة في الوحدة هذا صحيح احنا نتباهاو أنه احنا أول بلد باش يكون بقانون إلى آخره ولكن زادة ما يلزمش نجعلوه هذا السيف مسلط على مؤسسة الدولة. زادة يلزمنا نعرفوا كيفاش نتفاوضوا نعرفوا كيفاش نتحدثوا نعرفوا كيفاش نحكيوا لأنه في حماية المعطيات الشخصية أنت تنجم نقول لك أنا في الولايات المتحدة الأمريكية فماش حماية المعطيات الشخصية باللي نورم أوروبيان معناها حسب كما في أوروبا فما شوية معناتها ربما أوروبا شدة أكثر ربما وإحنا زادة مشكلتنا اللي إحنا معناها دفع الاستثمار والتشجيع على أنه يجيو مستثمرين من برا في علاقه بشكل او باخر بحمايه المعطيات الشخصيه معناها اذا يقاوا المعطيات معناها ماهيش محميه بالشكل اللي تساعدهم هما وبالمعايير الاوروبيه هذيك يخوف تو مثلا وسائل التواصل هذه الاجتماعي لي ريزو سوسيو مثلا هذيك فيها معطيات شخصيه خطيره راه انت باش تحل كونت في هذا ولا في هذا لازم باش تعطي معطيات شخصيه اصلا المشغلين هذوما نتاع الهواتف الجواله معناتها المشغلين اللي عندنا احنا ثلاثه وفي عالم اخر ياخذوا منك معطيات اللي هي انا نعتبرها معطيات شخصيه تجيك اليوم تقتحمك معناتها برشا معلومات والكل شكون عطاهم انا التليفون البريفي نتاعي معناتها فهمت كيفاش دونك حذاري شويه شويه باش ما نهولوش الامر ونحطوش سيف مسلط معناتها على الدوله باش تولي تدخل في خياراتها. ولكن زاد بون انا نقول لك النورماليزاسيون مع اوروبا معناها نوليو كيما اوروبا باهي سي طون ميو لكن ماذا بينا نوليو كيما اوروبا في حاجات اخرى. على كل حال احنا اللي نقولوه انه النقطه هذه قاعدين نحكيو فيها وسائل الاعلام كله قاعدين ننبهوا في الدوله حذاري باش ما يتمش ادراج تونس مره اخرى في قائمه سوداء اخرى تتعلق بحمايه بعد يقولوا لا ما في بناش اثرها رياض جعيدان اثرناها احنا نهار الخميس اللي فات اثروها اليوم في شمس فام ويبدو انه قاعدين نثيروا فيها باش نعرضوا لها الوقايه خير من العلاج. هو كان العكس شاكر راهو تغششنا ولمنا ونقدنا على خاطر اذا كان يجيك من برا يقول لك اعطيني معطيات الشخصيه نتاع بلادك والكل اكيد باش نتغش. ولكن بما انه الحفاظ على المعطيات الشخصيه انا معاه معناها جميع دير معناها واضح. شكرا لك صفاتك الصحه نمشيو طلعت النت مع غازي دويري. طلعت النت غازي اهلا بك. مرحبا بك شاكر فاطمه صفاء الناس الكل يتفرجوا فينا على الوطنيه. نبداو طلعت النت باخر مستجدات الباخره الروسيه المحتجزه في صفاقس. اوضح نطق رسمي باسم الاداره العامه للديوانه العميد هيثم اللازناد ان السفينه تم احتجازها في ميناء صفاقس تضمن 66 عربه منها نقلات جنود مصفحه وغير مصفحه شاحنات ومولدات كهربائيه واجهزه اتصال لاسلكي وزوز اجهزه اتصال عبر الاقمار الصناعيه. اضاف زاده ان الوثائق الموجوده بحوزه طاقم الباخره انه تاكد ان السفينة
السفينه كانت جايه من روسيا في اتجاه الكاميرون، اما لم تتبع المسار الطبيعي نتاعها، مشات من ايطاليا للمياه الاقليميه الليبيه ثم المياه الاقليميه التونسيه وقت اللي كان عليها العبور عبر المغرب ومضيق جبل طارق والنيابه العموميه بصفاقس احالت الملف الى القطب القضائي لمكافحه الارهاب. على كل حال تحيه ل طبعا قوات الامن والديوانه انهم مشدوها السفينه هذه، لانه يبدو انه حتى في الاوراق ماهيش موجوده اللي هي محمله باسلحه وبشاحنات. أيوة عسكريه ماهيش موجود، والمحطات اللي هي مشات لهم معناتها اسافور منين هزت السلاح هذاك وشنو توا البحث كما قال جسمه البحث يجيب. ولكن تحيه ايضا لقواتنا الامنيه والديوانيه الحامله للسلاح وغيرها اللي هي معناها تمكنت من اني تفكك لغز من الالغاز، معناها خاطر احنا ربما ماشي في بينهم هالبيرات هذوما ولا هالمجرمين ماشي في بينهم تونس حيطها واطي يا اخي بينوا لهم اللي لا. طيب شنو بالي كومنتير؟ راي توانسه في الموضوع الباخره هذا، قصي قال الباخره هذه كانت متوجهه لليبيا وبالتحديد للخليفه حفتر. واحد قرر هو روسيا ما تعديت من ليبيا وجات عندنا مش الكاميرون، مش الكاميرون وحيد قال الباخره الروسيه والسلعه الحربيه وتحيا الرياضه العالميه. الجو باهي امور واضحه. حمزي قال بالطبيعه بعد التحقيقات سيتبين انها لعب وفوشيك كما هو الحال في حاويه البلجيكي كان زلتوا تذكروا نذكروا كل اللي صار مع البلجيكي. نتعداو للطلعه الثانيه، تعنيف الاطفال والموضوع اللي كان موضوعنا البارح في 75 دقيقه، الاطفال المصابين بالتوحد، رئاسه الحكومه تصدر قرارا في بلاغ اصدر اذن قضائي من قبل قاضي الاسره لاخضاع جميع الاطفال بمركز رعايه اطفال توحد باريانا الى رقابه طبيه ونفسيه من قبل اخصائيين من وزارتي الشؤون الاجتماعيه والتربيه، وذلك طبقا لاحكام الفصل 59 من مجله حمايه الطفوله. والبلاغ كان اصدر البارح، وصرح مندوب حمايه الطفوله اللي كان بحثنا البارح سي مهيار حمادي انه باش يتم غلق المركز اذا ما ثبت ارتكاب هذه الجرائم. هذا اللي قال مدير المركز وتم ايقاف حبيت نذكر انه تم ايقاف زوز مربيات وتحري وبتحري معهم مع الفيديو اللي دارت اعترفوا دونك اذنت النيابه العموميه بالاحتفاظ بهم النظر في هذه القضيه. لي كومونتير كلهم على كلمه سي مهيار المندوب العام للطفوله واللي قال اذا ما ثبت ارتكاب هذه الجرائم. اذا ما ثبت امل قالت كيفاش اذا ما ثبت اكثر من هكاك، اثبات شنو تحب اخر تحب يضربوهم قدام الحاكم ويعنفوهم قدام الحاكم باش انت تصدق، وين الانسانيه يا ناس. وعز الدين قال شيء اكيد ان المجتمع التونسي ليس كما كان عليه قبل، قوى ظلام تعمل مجتهده على تفكيك نسيجه وتخريب كل القيم والمبادئ السمحة اللي كانت تميزه على بقية الشعوب. مجتمعنا أصبح مريض وبحاجة إلى معالجة واهتمام من الدولة وخاصة الفئة الشبابية. وعواطف قالت بصراحة يلزم مراقبة لكل لسونتخ في كامل الجمهورية، ما عادش فما ثقة. هذا ثاني فيديو يدور، أنا أم عندي ابني متوحد وموجود في سنتر في ولاية بنزرت، بصراحة أنا ما شفت حتى شيء والأمور حتى لتوا خمسة على خمسة. أما كي نشوف حاجة كيما هكايا نولي نشك حتى في حوايجي. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل. البارح يحكيوا على ولي شك في بعض الصور أنه ولده هو اللي كانوا يدوشوا له بالبارد، وقت اللي ثبت انه هو ولده قال لك في التليفون طاح داخل ولا طاح سكت السيده لانه كان متوقع كامل. هي راهو بجميع الحالات هي معناتها جريمه، ولكن هذا القضاء تو باش يعمل. ولكن فما سؤال شاكر، وين الدوله؟ الدوله باش تقعد في خانه رد الفعل؟ المفروض سنتر كيف ما هذا ما تعطاش البريفيرا عمرها اللي صارت، مشيو لفرنسا، مشيو لبلجيكا، مشيو لامريكا، مشيو البلدان اللي انتم تتناغموا معاها. راهو ما عندهمش لي سونتر هذوما يبداوا في الدوله هي التي تتحمل مسؤوليتها، فلوس لي كونتريبيابل، الناس اللي ساهموا، هما الدوله هي اللي تعمل لي سونتر هذوما. وبعد تعمل كراس شروط، واللي يحب يعمل مثلا مراكز كيف ما هذيا تحت الرقابه الصارمه نتاع القانون. اما احنا في تونس جينا قلبنا الهرم، معناها اعطيناه للبريفي، وبعد في اول حادث معناتها جينا معناتها بعد ما جرى اللي جرى شرى مقرون معناتها ما تجيش. انا البارح المندوب العام لحمايه الطفوله قلنا له تعملوا معناها مراقبه والا لا، معناها زيارات مراقبه ولا، قال لا هو ما عندوش رخصه
هو يخضع لكراس شروط. اعطينا اللي عندهم رخصه. قلت له حتى العتبي حتى يخضع لكراس شروط، من المفروض ترقبوه، المفروض يمشيوا في رقبه ويراقبوه. راهو الاخطر من هذا شاكر انه الدوله ما في بالهاش باهي مركز كيف ما هذا ما تعرفوش، لانه انت ما عملتش كدوله، كدوله مؤسسه الدوله. راهو احنا نحبوا نقويوا الدوله والا نحبوا مجموعه من الشركات تحكم في البلد. ان شاء الله ما تكونش هبه ظرفيه مرتبطه فقط بالحادثه هذه، لانه احنا هبطوا دي فيديو قبل زاد الفيديو هذا اللي فيه تعنيف لبعض الاطفال حتى في روضات عدينه، ومش احنا ندعي وزاره المراه بالتنسيق مع وزارتي التربيه والشؤون الاجتماعيه انهم يعملوا مركز وطني ومراكز جهويه، لانه الوليدات هذوما حسب الاحصائيات قاعدين يتكاثروا. فهمت؟ واضح. اللي بعده نتعداو للطلعة اللي بعدها. النائبة منيا ابراهيم، جزء من الميزانية المخصصة للانتفاع بمنحة السكن الاجتماعي لا يعرف مآله، هذا اللي صرحت به عضو لجنة الإصلاح الإداري ومكافحة الفساد في البرلمان منيا ابراهيم، وقالت أنه الميزانية المخصصة للانتفاع بمنحة السكن الاجتماعي تقدر بحوالي 770 مليون دينار، بينهم 42% تمويل خارجي. كلامها اللي دار برشا على الريزو سوسيو، جزء من هذه الميزانية لا يعرف مآله. كلمت قالت الكلام هذا وما كملتش، ما زادتش حاجه اخرى. ريكومونتير ايمن قال مشات في جوب صحاح، اللي هما نفسهم يخرجوا في التلفزه من بعض يقولون اخدموا على رواحكم باش تونس تتقدم. احمد قال انت كنائبه وتقول الكلام هذا دون رده فعل اجرائيه، فماذا تريدين من الشعب الغلبان كما قال هو، الذي لا يمكنه الا قول حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من ساهم في الفساد ولو بالصمت. والله هي السيده النائبه تنتمي الى كتله تبارك الله عزيزه وغاليه في العدد، ينجموا يتقدموا بمشروع قانون يشبيه معناتها التشريع والمشاريع القوانين تنجم تقدموا بهم. معناتها احنا راهو في نظام برلماني لليوم مازالوا ما تحملوش مسؤوليه بالنسبه ليهم البرلمانيين. بعض البرلمانيين مع احترامي للاغلبيه فيهم، بعض البرلمانيين يجي اليكسبوز لا سيتياسيون وبعد يجي يقول لك كاينه معارض. هو يودي انت السلطه بيدك، انت بيدك معناتها انت شنو تقدم بعد هذا. فاطمه المساله مش مساله تشريع فقط، معناتها المساله مساله وعي وثقافه. مش معقول عيب من في الناس هذوما اللي هما من الطبقه المتوسطه يخلص 1,473,000 ياخذوا منحه تحسين مسكن في بقعة واحد من العائلات المعزة. الحقيقة ما القانون علاش تعمل والعقاب علاش تعمل والجزاء علاش تعمل؟ كيفاش يقبلها على روحه؟ كيفاش يقبلها؟ فما انسان يعلم به كان الخالق. تخيل انت باش تحسن الدار الثانية والثالثة نتاعك وتبيعها من بعد الدار، معقولة كلام أخلاقي؟ راه انت أغلبية التوانسة هكا جاري فيهم ساكنين، فأغلبية التوانسة أولوياتهم ماهيش عندهم، معناها سواء في السبيطارات سواء في المدارس سواء في البورس سواء في غيره في غيره. راهو كان نحلوا الملفات هذيا تو للصباح ما نسكتوش. نوفيو طلع على الأقل وإحنا نتبعوا الشباب التونسي، وكل شباب مبدع وكل حد يبدع إحنا لازمنا نتبعوه. وأنت حكيت على تعافي السياحة، باش نحكيو على الشباب التونسي. في نابل شاب أصيل يتحايل على امرأة روسية ويسلبها مبلغا قدره 25,000 دينار. مبدع الشباب التونسي في كل شيء. 50 مليون على أثر تقدم امرأة أجنبية روسية تبلغ من العمر هي 48 سنة بشكاية للوحدات الأمنية أنه تم تحايل عليها من شاب عمره 25 سنة، تبارك الله عنده الأفكار من الصغر 25 سنة، وأوهمها أنه باش يقوم بمشروع في الحمامات، ولكن بعد ذاب كالملحة وتم إلقاء القبض عليه. أيوه الكومنتير بشير سيب الشباب يعكعك. أيوه خليه. لمجد ولد أمه إيش متبعها فيه. بوسلمي امينه في اطار تقف مع ولد بلادها يستاهلوا يرمي فريحه مع الصغار ومن بعد يجيو يشكيو. والعبيد العباسي قال روسيه وعندها 25 مليون برشا نقاط استفهام. هذه صعيبه برشا، انا عديت سنين نخدم في السياحه في الحمامات وعمري ما ريت ال 25 مليون هذوما. كان الفقير وخوه تي هما يسرقوا في الماكله من الوتله. لا هي بون هذه ديكالي شويه، ما تجيش ونعطيو صوره سيئه الحقيقه على الشعب التونسي وعلى المجتمع التونسي. هذه حاجه تقع يا اخي. يا اخي ايش نقول لك، في روسيا ما تنجمش تتعرض امراه ولا راجل يتعرض الى سرقه ولا غيره. في امريكا بيدها، في قلب امريكا، في قلب فرنسا، معناتها الجرائم هذه ما يلزمش نلصقوها معناتها كاين نتاعنا احنا برك. ما الناس الكل تصير ونحدث عن المسلمين. صار صار. شكرا لك غازي، يعطيك الصحه. نمشيو معك انت فاطمه ونمشيو للايديتو. موضوع ايديتو اليوم ايديتو على الحديث هذا والهراء شويه معناتها اللي عرفناه في تونس حول الخوصصه. معناتها انا قلت في العنوان حتى لا تصبح الخوصصه اسطنبالي في تفكيك الدوله. حديث الموضه هذه المده هو الدوله. الدوله ما يلزمهاش تتدخل في التعليم، الدوله ما يلزمهاش تتدخل في الصحه، الدوله علاش تدخل في قطاع الفوسفات والبترول والملح، وعلاش الدوله هي المشرف على قطاع النقل؟ هذا هو موضوع الساعه اليوم. قداش من محاورات وحوارات تلمح من
بعيد ومن قريب لإمكانيات الخوصصة. يا سلام. تخيلوا أيها السادة والسيدات المشاهدين أنه كيران كيف الـ 28 والـ 32 والـ 27 والـ 62 والـ 80 هذوما اللي في تونس العاصمة، تصوروا الكار السفرة تولي خاصة، معناتها تولي بأكثر فلوس. تخيلوا المدرسة اليوم تولي ما عادش عمومية، وتخيلوا زاد الفوسفات والصلب والحديد يوليوا ملك الخواص. أي إيش بقى للقطاع العمومي وإيش بقى للدولة؟ إيش بقى للدولة؟ أي عاد نسكروا الحانوت، عفوا الدولة، ونعطيوها للشركات متعددة الجنسيات. هالناس اللي يتحدثوا على الخوصة صفاء وتغيب عليهم الدولة، زعما ما شافوش أشياء في البلدان الصناعية وذات النمط الاقتصادي الليبرالي اللي هما يتخذوه كمثال. يا سيدي ألمانيا قال لك الكيران السفرة متاعهم ولات بلاش، اركبوا بلاش. زعما علاش عملتها ألمانيا الحكاية دي؟ فرنسا علاش اليوم المستشفيات مبقي عليهم أن هي مستشفيات عمومية والمدرسة العمومية والكلية العمومية؟ زعما تونس أقوى منهم وفهمت أكثر منهم. في أمريكا أصلا وقت الأزمة المالية شاكر ب 2007 و 2008 دخلت الدولة لإنقاذ السوق من الانهيار بأنها أعطت المشاريع الكبرى وتبنت المشاريع الكبرى. الدولة وحاولوا تلقاو سبل، أبحثوا في الدولة وتلقاو سبل جديدة يكون فيها دمج القطاع الخاص مع القطاع العام. تونس أرقها أبنائها اللي ما عندهمش بوصلة وجعلوها تجري 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 بين يديها أوراق. شنو رقمي تقول تونس؟ هو أنا فين حطيتوني وفين رقم حطيتوني؟ هذه استعارة من أغنية أولاد المناجم على العمدة الولدي يجري يجري، العمدة يجري يجري وبين يديها أوراق. تونس خلوها كيف المهبولة حشاها. أي نقصوا مستنبالي وضرب الدولة وابعدوا على التخميرة. راهوا اللي كلفوكم بهالمهمة هذه هما بيدهم ما يرضوهاش في بلادهم، وتلفتوا لهم شنو اللي قاعدين يعملوا في القطاع العمومي والقطاع الخاص. يعطيك الصحة فاطمة، شكرا لك. بالطبيعة فما قطاعات حيوية الحقيقة قالوا طارش العلم قالوا نزيد فيه لا يمكن أن تكون من القطاعات المخصصة. بالطبيعة قطاع الصحة، قطاع التعليم، وقطاع النقل، هذوما قطاعات حيوية. معناها سامحني، على الأقل احنا في الفترة هذه من المستحيلات السبعة ومش ممكن تكون من القطاعات اللي تسلم فيهم الدولة. شوف البلدان أوروبا الشمالية كيما البي نورديك، النرويج، غير وغير، السويد وغيرها أمثلة تحتذى. شوفوا فرنسا، شوفوا بلجيكا، شوفوا اليونيون أوروبيان، معناها لو سيتويان المواطن قداش عنده قيمة وقداش الدولة نتاعو اللي هو يدفع لها في الفلوس، راهو معناتها هو اللي يدفع باش هي تنجم تعمل مستشفيات، تعمل طرقات، تعمل غير وغير. نجيو احنا نفركوها طرف طرف ونقولوا هاو باش نبيعوها، مش معقول معناتها. شكرا لك فاطمة، يعطيك الصحة. تونس تتوقع استقبال 8 ملايين سائح وقفزة كبيرة بعائلات 2018 إن شاء الله من خلال بعض المؤشرات بالطبيعة اللي لازم بعد شوية نحكي فيهم. أيضا خطة وطنية كاملة أعلن عليها رئيس الحكومة في زيارته توزر الأخيرة للنهوض بقطاع الصناعات التقليدية، القطاع هذا اللي متعثر شوية الحقيقة واللي لازم لهوة خاصة من الحكومة. شنو هي أهم الإجراءات للنهوض بهذا القطاع؟ شنو هي أهم المؤشرات باش نقولوا أن السياحة تتعافى في 2018 وقفزة كبيرة على مستوى العائدات؟ هذا الكل بنشوفوه بعد شوية مع ضيفتنا السيدة سلمى اللومي وزيرة السياحة والصناعات التقليدية بالطبيعة من خلال تقرير أمن فيه أهم النقاط اللي باش يكون محور حديثنا. أمن هنا زميلنا طارق الخضراوي نشوفوه ثم نستقبل ضيفتنا. 8 مليون سائح هي التوقعات للموسم السياحي المقبل حسب وزارة السياحة، رقم مهم يتزامن مع جملة من المؤشرات الإيجابية اللي ظهرت في بداية السنة الحالية، ومن بينها عودة السياحة البريطانيين لتونس بعد انقطاع دام حوالي 3 سنوات، بالإضافة لإعلان الحكومة اليابانية عن تعليق جزئي لحظر السفر إلى تونس وإعادة تصنيف عدد من الوحدات الفندقية بالمناطق السياحية الكبرى، هو اللي يجعل منسوب التفاؤل مرتفع بانتعاش القطاع السياحي اللي مر بأزمات حادة في الأعوام الأخرى بسبب الهجمات الإرهابية اللي استهدفت المنشآت السياحية في باردو وسوسة. توقعاتي راها البعض منطقية، خاصة وإنه عدد السياح اللي زاروا تونس خلال موسم 2017 بلغ 7 ملايين سائح ووفر عائدات تقدر بنحو 2.8 مليار دينار. ومن المنتظر وحسب وزارة السياحة أن يرتفع عدد السياح الروس خلال الموسم السياحي الحالي من 600 ألف سائح ل 623 ألف، والسوق الفرنسية من 550 ألف سائح ل 650 ألف، كما توقعت صعود عدد السياح البولونيين من 8000 ل 70 ألف سائح،
ومن المنتظر أن تعرف السوق السياحية التشيكية تحسناً ملحوظاً من خلال تزايد عدد السياح من 65 ألف إلى 90 ألف سائح. وزارة السياحة تقوم كذلك بحملات ترويجية ودعائية لصالح السياحة التونسية في عدد من الدول من بينها الصين، خاصة بعد إعفاء مواطنيها من تأشيرات الدخول منذ السنة الماضية. السياحة قطاع مهم واستراتيجي في الاقتصاد، حيث يوفر القطاع 20% من إيرادات البلاد من النقد الأجنبي، ويعمل به 500,000 شخص، فضلاً عن مساهمته 7% من إجمالي الناتج المحلي. لكن البعض يرى أنه مشكلة هالقطاع هي مشكلة النمطية ومحدودية السياحة الشاطئية وسيطرة وكلاء السياحة الأجانب على السوق المحلية، بالإضافة لتكلفة الإقامة المشطة بالنسبة للسياحة الداخلية. ويرى الخبراء أنه لابد اليوم من تغيير في الخارطة السياحية والانتقال من السياحة الساحلية للسياحة البديلة كما السياحة الأثرية البيئية والاستشفائية وكذلك السياحة الصحراوية وغيرهم. تاريخ خضراوي 75 دقيقة.